صراحة السوق ملي تبنى وتعطانا السوق بداو كيظهروا تشققات، لان البني ديالو بني عشوائي. ياخر كيبقى جالس نهار كامل هنايا وما كايناش حتى 20 درهم حتى 30 درهم يدخل لولادو. من 700 ناس حتى 70 ديال الناس راه فرق كبير. انت كتشوف السوق، السوق مهجور كما كيقول واحد المثل، ما كاين حتى شي قد كيهرب من دار العرس. الا كان ياخر كيجبر القد اليومي ديالو هنايا راه ما يباع حتى شي من السوق. الصراحه المشاكل اللي كنعانيوها اول حاجه هي الموقع ديال السوق، ماشي موقع لا يبت بالتجاره بصله، لان هذا الموقع هذا كما كتعرف كاين الحومه ديال كرزيانه فيها 700 ديال الناس، والسوق عندنا فيه 700 ديال المحلات التجاريه. اذا كل محل عنده واحد كليان، واحد دار كليان ديالو. وعاد كاينه ثلاثه ديال المقابر كتحيط بهذا السوق هذا، يعني حتى هو داخل في الاموات، هو من الاموات. وعاد كاينه بزاف ديال المشاكل اللي كنعانيوها هنايا، من ما كايناش الترامبيه اللي كتبقى في هنايا في السوق، الوسائل ديال المواصلات بالنسبه للاشهار ديال السوق ما كايناش في جميع المناطق. في الاول حاولنا نخدموا هذا السوق، معظم التجار حضروا السوق، فتحوا المحلات ديالهم، بغاو يخدموا على راسهم، بغاو يكافحوا، بغاو يعملوا شي حاجه لهاد المنطقه. ولكن بعد مرور عام كنتفاجئوا بان البيع والشراء معدوم في هاد المنطقه هذه. كما كيقول واحد المثل، ما كاين حتى شي قد كيهرب من دار العرس. الا كان ياخر كيجبر القد اليومي ديالو هنايا راه ما يباع حتى شي من السوق وما يهجروش. ولكن ياخر كيبقى جالس نهار كامل هنايا وما كايناش حتى 20 درهم حتى 30 درهم يدخل لولادو. ولهذا بدا السوق كيخوى بدرجه بشويه بشويه حتى وصلنا هذه الحاله هذه. تقريبا اليوم باقي حاليا 70 تاجر في هذا السوق هذا، والسوق كيضم 700 محل كما قلنا. وحتى 70 تاجر اللي هنايا حتى هما بدورهم كيعانيو، لان هذه البلاصه هذه الا كانوا بغاو يعدلوا فيها مثلا سوق، السوق ديال 50 ديال الناس كافين حي كرزيانه. اما بالنسبه ل 700 محل راه كبير هذا المشروع على هذه المنطقه هذه. وحنا بدورنا قمنا بجميع اللوازم باش نحركوا هذا السوق، جبنا معرض تجاري، معرض ترفيهي، حاولنا نجيبوا مستثمرين هذا السوق هذا، ولكن الله غالب ما ديمارش هذا السوق هذا. صراحه السوق ملي تبنى وتعطانا السوق بداو كيظهروا تشققات، لان البني ديالو بني عشوائي. واش هذا الشيء من عند المهندس؟ واش هذا الشيء من عند اللي كيبني؟ واش الامكانيات ما كايناش؟ ما عرفناش المشكل. السوق دابا راه مهدد كل نهار على نهار كيزيد يتشق، وبزاف ديال الشقوق كاينين، حتى الناس الساكنه تضرت من هذا السوق هذا. كنطلبوا من اي واحد مسؤول على هاد الاسواق هادو يتدخل في اقرب وقت ويشوفنا شي حل يكون منطقي لهاد التجار، لان كنهضروا على 700 تاجر، 700 اسره، وشوف الله اعلم كل واحد شحال عنده من طفل. وهذا غير سوق برشيفه، راه كاينه بزاف ديال السواق متضررين من هاد المشاريع هادي، ونطلبوا الله خير. انا اللي 50 من دخلت هنا لهذا السوق هذا، انا واحد من هذوك التجار اللي اول مره من دشنوا هذا السوق هذا. بقينا صابرين، بدينا قلنا على الله تعالى وتبارك نبداو عنبداو في هذا السوق هذا، وكنا كنويو غنكونوا مزيانين. وبقينا خدامين خدمنا ذاك العام الاولاني،
بقينا كان السوق بقى كيرجع ما عرفناش ماين، واش من السوق بعيد واش ماشي بلاصتو. الناس بقات كتخرج شويه بشويش، الناس ملي بقات كتعاني بقات كتخرج، بقات كتخرج. شنو بقات كتعمل؟ العام الثاني كل عام كنجبروا النقص حتى اللي هي وصلت. هذا هو هذا هو العام الخامس اللي هي بقات فيه، بقات فيه 70 ديال الناس. من 700 ناس حتى 70 ديال الناس راه فرق كبير. حنا ما يمكنش نبقاو هكا، راه كاين الناس اللي بقاو الدار اللي هي ضرت وزاد كملها هاد الغلي هذا حتى السوق ما بقاش حتى شي حاله. مره اش داروا الناس؟ الناس مساكن، كاين اللي مشى فحالو، كاين اللي مشى كرا، كاين اللي مشى خرج ما كانش كاين ويخدم مسكين، كاينش كاين ويخدم، عاد يضرب تماله هو 20 عام عنده هو في التجاره او 30 عام وبقى كيخرج يمشي يخدم في البني وكيقلب على المعيشه ديالو. كاين الناس اللي هما صابرين هنايا، صابرين هاد 70 الناس راه بحال نقول لك راه بحال عندهم شي دفيعه، بحال عندهم شي دفيعه كياكلوا ديالهم ويمشيو يجيبوا من هذيك الدفيعه هذيك يجيبوها ويخشيوها في هذا السوق هذا. كنطلبوا من الله تعالى وتبارك الناس هذو يشوفوا لنا، يشوفوا لنا الحل ديال السوق هذا. انت كتشوف السوق، السوق مهجور، راه الدوله بعدو راه ما تجبرش هذا السوق هكا. الا ما شافوش الحل راه ما غاديش يجبروا هكا، راه غتجبروا بشي طريقه اخرى. ماشي حتى هذيك الساعه تجيو من بعد تقولوا اودي هاد الناس هادو السوق سمحوا فيه. لا احنا راه ما سمحناش فيه، احنا راه جينا ليه العام الاول والثاني والثالث والرابع والخامس هو انا فيه. احنا كرهت انا نكون مزيان، انا ندي 100 درهم 150 درهم ديالي او 70 درهم ديالي نكون مزيان. كنكون ملهي المواطن مسكين، لو كان كيبيع شي راه عجبرو ملهي، كان يتقاتل مع 7000 8000 9000 100 درهم كل واحد وكيفاش. دابا راه بنادم ما بقاش كيقدر، الله يكتب السلامه، بقى كي خارج من الدار وخايف واش غنرخص نهاري واش ما عرخصوشي. حنا كنخرو كنعدلو يعني الليطان وهذيك المجامر وداك الشيء، يعني كنصدرو ما يدعي على برا وصافي. واما انا يعني الامور ناقصه فهمت، وساعات ما عندي لا نمشي ما عندي حتى شي بلاصه فاضي. دابا حنا هذه الاخر ديالنا الحرفه ديال اللي كناكلوا منها طريف ديال الخبز عاود وسهل. فنطلبوا الله الخير يعني الانسان الى حلوا هاد الناس فهمتي، يعني الى عاود الحوالد ديالهم اولادي نطلبوا يعني الله تعالى وتبارك الله. هذا ما كان سهل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.